البنوك النهار بقى اداه لهدم هذا القطاع بالفوائد اللي هي بتحطها دي، اداه لهدم هذا القطاع، وبالشروط اللي هي بتفرضها لاختبارات الضمان لا تساعد القطاع لانه عم بقول لك منتهى القياده السياسيه لما توفرت لها الاراده ان هي تعمل مشروع للشباب ب 200 مليار عملت له فايده من 3.5 الى 5%. هل حضرتك بتطالب ان برضه ان قطاع المشروعات والتطوير الكلام ده عندنا مع الصندوق الاجتماعي، واخد بالك، مع الصندوق الاجتماعي والبنك الاهلي، واخد بالك جنابك، صغار المقاولين بياخدوا تمويل في حدود 5%. انا بتكلم هل انت حضرتك بتطالب الشركات اللي هي خاصه بالدوله اللي هي برضه خاضعه لاتحاد مصر للشروط البناء ان هي الفوائد اللي هي بتعاني منها ال 20 من 22% انها تبقى في حدود ال 10 و 12% بكلام سيادي؟ وليه الشركات المملوكه للدوله؟ المفروض كل الشركات القطاع الخاص والمملوكه للدوله المفروض تعامل معامله واحده. انا ما ميزش المقاولين العرب مثلا او حسن علام عن الشركات القطاع الخاص، لان كلاهما على نفس قناه المساواه، ولابد ان الشركات المقاولات المزايا تبقى للكل مش لبتوع الحكومه بس. هي المشروعات دي تمثل قد ايه من الناتج القومي يا باشمهندس؟ 12% يعني مشروع. وعلى فكره كان